السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. صبحكم الله بالنور والسرور مشاهدين قناة الريان ومستمعينا عبر الأثير ومن خلال شاشة الريان ومن برنامجكم الصباح رباح، نهديكم أجمل باقات التحايا وصباحكم بداية جميلة مع إشراقة شمس اليوم. صباح الجميل بإذن الله يا دعاء، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا بكل مكان، ويا هلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة تجمعنا معاكم بساعة الصباح رباح. اليوم ساعتنا غنية بمواضيعنا المفيدة اللي عودناكم عليها ومحطاتنا الخارجية المتنوعة اللي تثرينا بكل جديد من على هالأرض الطيبة. نبداها مع أختي حصة سويدي من مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث، وعندنا من كتارة بنتابع انطلاقة النسخة الرابعة من مهرجان كتارة للمحامل مع أخوي سعود، وأخيرا من مدرسة هاجر الابتدائية مع نيلة ملة وفعالية تعزيز العلم القطري. وهذا بالإضافة إلى ضيفتنا اليازي الكواري مديرة المركز الثقافي الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة اللي بتكون معانا في الاستديو للحديث عن استقبال سفينة الأمل. ولا تنسون التقارير المصورة اللي نعرضها لكم خلال الحلقة نستفيد ونستمتع في مشاهدتها مع بعض. طبعا بداياتنا كالعادة دائما مع أهم وأبرز العناوين الصادرة في صحفنا صباح اليوم. مشاهدينا ولا جرايدنا هي الراية، وعندي صراحة شعار الراية اللي لاحظته اليوم من قطر للعرب من العرب إلى العالم. عندنا الخبر الأول، الأمير استعرض العلاقات مع خادم الحرمين وأمير الكويت ونائب رئيس الوزراء العماني. دول الخليج يد واحدة نحو قمة الدوحة. قطر تجدد حرصها على التضامن وتشيد بجهود خادم الحرمين وأمير الكويت. عندنا الخبر الثاني في محليات الراية صفحة رقم 6 مشاهدينا عبر مطراش 2 وموقع الداخلية على الإنترنت، تأشيرات رجال الأعمال ووسائقي الشاحنات إلكترونيا. والخبر الثالث أيضا في محليات الراية صفحة رقم 12 مشاهدينا في جلسته العادية الأسبوعية، الشورى يشكل لجنة الخمس الدائمة. في هذا الخبر في هناك عدة صور لبعض الرؤساء والمسائل في مجلس الشورى. عندنا الخبر الرابع والأخير في الراية محليات الراية أيضا صفحة رقم 15 تحت شعار كبارنا دخرنا، إحسان تدشن الموسم الخامس من جناح الرحمة والبرنامج جهدف لتعريف النشوة الشباب بمهارات التعامل مع المسنين. جميل، ننتقل من الراية إلى العرب، وأولى عناويننا في العرب، الأوقاف تحتفل بخمسين عاما على خدمة الحجاج، أسهم وقفية لصالح المقاولين المتوفين. ومن عناويننا كذلك في العرب صفحة 9، ورش ومحاضرات للوقاية من المرض، الرعاية الأولية تنظم فعاليات للتوعية بالسكري. ومن عناويننا كذلك في العرب في صفحة 11، وقعت اتفاقية تعاون مع فندق دبليو الدوحة، التعليم فوق الجميع تستهدف المزيد من الأطفال. وآخر عناويننا في جريدة العرب في صفحة 13، تكريم الوفود المشاركة بختام الفعاليات، جائزتان لقطر بمهرجان العمل الاجتماعي الخليجي. وعندي حاليا مشاهدينا الشرق والخبر الأول في الشرق صفحة رقم 7 محليات الشرق، وزير الشباب والرياضة يكرم المخترع القطري محمد الحوسني الفائز بالمركز الأول في الدورة السادسة من مسابقة نجوم العلوم 2014، ونقول له ألف مبروك على هذا الفوز اللي حققه حق قطر وحق شعب قطر. عندنا الخبر الثاني في محليات الراية صفحة رقم 15، استضافته جامعة قطر بمشاركة 26 فريق ويمثلون أربع جامعات. مناظرات قطر ينظم الدوري الأول لمناظرات الجامعة باللغة العربية. ماهر جراح مركز مناظرات قطر وفر كافة الإمكانات لإنجاح الدوري، ورئيس الدوسري الإعداد لتنظيم دوري مناظرات كلية جامعة قطر للبنات. عندنا الخبر الثالث في محليات الشرق صفحة رقم 20، تحت رعاية سمو الأمير ويحمل شعار ما يظهر التبراه غير المساني، افتتاح مهرجان كتارة الرابع للمحامل التقليدية اليوم بإذن الله.
كتارا تصدر معجم مصطلحات الغوص على اللولو والحياة البحرية في الخليج. وهناك صورة للشيخ فيصل بن قاسم يتسلم نسخة من المعجم من الدكتور ربيع الكواري بحضور دكتور خالد السليطي. ودكتور خالد السليطي الكاتب الكتاب يمثل مرجعا تربويا وثقافيا هاما لأجيال اليوم والغد. والشيخ فيصل كتارة صرح ثقافي وتراثي كبير ويلبي تطلعات الشباب القطري. وطبعا بيكون عندنا توسع أكثر مع أخوي سعود المعاضيد من كتارة على هذا الحدث بإذن الله. عندنا الخبر الرابع والأخير في الشرق محلي شرق صفحة رقم 4. يضم 4 مباني تحتوي على 170 وحدة سكنية ويكتمل في النصف الثاني من 2016. الأسمخ العقارية تطلق مشروع بافليون بمدينة لوسيل بتكلفة 300 مليون ريال. هذه كانت كل أخبار الشرق المهمة اللي خدناها اليوم. إذا من الشرق ننتقل نور إلى آخر جرائدنا لليوم وهي صحيفة الوطن وفي الوطن والمواطن صفحة 7. خلال قمة قطر للطاقة الشمسية رئيس كهرماء قطر تتجه إلى الطاقات المتجددة. ومن عناويننا كذلك في الوطن والمواطن في صفحة متابعات افتتاح تقاطع سلاح الجو بشكل جزئي، افتتاح طريق الدائري السادس من يناير 2015. وفي صفحة الاقتصادي في الوطن جزء من خطة وطنية تفعل القطاع الخاص وزير الاقتصاد قطاع الأعمال لبنة أساسية لتنويع الاقتصاد. وآخر عناويننا في الوطن الرياضي صفحة 12 اليوم بالألعاب الآسيوية الشاطئية سلتنا على موعد مع الحسم. طبعا هذه كانت عناويننا لليوم ونكتفي بهذا القدر من عناوين الصحف. وأعتقد نور أنت شايلت لنا خبر عندك. خبر جذبني اليوم مشاهدينا وادهشني وهو أصغر خبير كمبيوتر في العالم عمره 5 سنوات. هذا الطفل اللي نتحدث عنه اسمه أيان من دولة باكستان طبعا في قارة آسيا. وحصل أيان على شهادة من شركة مايكروسوفت نشوفها على الهواء. طبعا شركة مايكروسوفت الشهيرة لبرمجة الكمبيوتر تقول أنه أصبح خبيرا معتمدا للمايكروسوفت ولديه كفاءة مهنية في استخدام البرمجات المشغلة لأجهزة الكمبيوتر. وفي الغالب يحصل على هذه الشهادة الأشخاص الذين أتموا دراستهم الجامعية في علوم الكمبيوتر، وذلك بعد أن ينجحوا في الاختبارات التي تضعها لهم شركة مايكروسوفت. ويقول والد آيان أن ابنه تعامل مع الكمبيوتر وهو في سن الثالثة وأصيب بالدهشة لسرعة تعلمه. ويخطط آيان الآن لمواصلة دراسة علوم الكمبيوتر والرياضيات. ونقول الله يوفقه. ممكن أن احنا نكتشف عيالنا وهم في سن مبكر يكونون مبدعين في أشياء. إن شاء الله بإذن الله نكتشف مواهب عندهم. مشاهدينا أولى وقفاتنا الخارجية بتكون مع أختي حصة من مؤسسة قطر، حيث تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث تحت شعار نحو بحوث وابتكارات عالمية. صبحك الله بالخير يا حصة. يا هلا ومرحبا زميلاتي في استديو صباح رباح، وصبحكم الله بالنور والسرور، وصبح أيضا على مشاهدينا ومستمعين قناة الريان. بالفعل أنا موجودة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، هذا المركز اللي يحتوي اليوم على مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014. طبعا مثل ما تفضلتي أختي دعاء، المؤتمر يحمل شعار نحو بحوث وابتكارات عالمية، وراح يكون تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم. طبعا موجودة أنا في هذه القاعة اللي يعني تحمل عبق دراسات مثل ما أنتم شايفين، دراسات لعقول وأيضا لأفكار مبتكرة محفزة وأيضا محفزة في نفس الوقت. جميل جدا، يعني الأجواء جدا جميلة. لو أن الحين الحضور مش موجود لأن الكل الآن يتوافد على القاعة لحضور الجلسة الافتتاحية اللي راح تكون بعد شوي. مثل طبعا انتم عارفين، وطبعا الحين سعادة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر وصلت القاعة وشرفت الجميع، وراح يتم افتتاح الجلسة الافتتاحية اللي راح اتكلم عنها بعد شوي. فمثل ما انتم عارفين مشاهدينا ان هذا المؤتمر
يهدف لمناقشة كثير من الأمور والقضايا البحثية الكبرى اللي تهم الدولة، مثل عندنا الأمن والأمن المعلوماتي، الأمن في كلمة ثانية، والأمن المعلوماتي والمائي أيضا للدولة، وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة، هذا فضلا عن التحديات والفرص الاجتماعية في دولة قطر وأيضا في الدول المحيطة. طبعا أيضا مثل ما تعرفون أن مؤسسة قطر مهتمة جدا يعني ومرسخة ومعززة مفهوم البحوث والتطوير في رؤيتها، ومرسخة مفهوم التعلم المستمر مدى الحياة، وأيضا الاهتمام بالعلم والبحوث العلمية. لهذا الغرض أقامت هذه النوعية ونظمت هذه النوعية من المؤتمرات. طبعاً مثل ما قلت في البداية، هناك راح تكون جلسة افتتاحية، هذه الجلسة الافتتاحية بيكون فيها كلمة ترحيبية، الكلمة الترحيبية راح تكون لسيد فيصل السويدي رئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، وبعدها طبعا سيكون هناك بعض المناقشات والكلمات والمحاضرات اللي راح يلقونها الكثير من الخبراء والمختصين الحاضرين والمشاركين في هذا المؤتمر، مثل الدكتور ستيفن شو وزير الطاقة السابق بالولايات المتحدة الأمريكية والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، وعندنا أيضا الدكتور هيروكي كيتانو الرئيس والمدير التنفيذي في مختبرات سوني لعلوم الكمبيوتر باليابان، وهذا صراحة يأتي أيضا مع الخبر اللي عرضته من شوي عن الطفل أيان. طبعا المؤتمر يستضيف مثل ما قلت الكثير من الخبراء، وعلى وراح تقام فيه الكثير من الفعاليات اللي راح تناقش كثير من القضايا والمواضيع الهادفة، وبتكون فيه عروض تقنية تسلط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحا والتي تواجهها الدولة. غير هذه، من خلال الجولة اللي قمت فيها في بين الاستندات شفت أن هناك جهات مشاركة، هذه الجهات كل الجهات هي المعنية واللي لها شأن في البحوث العلمية واللي تعمل على القضايا الملحة من منظور عالمي، تعالج مشكلات ومواضيع على مستوى الصحة، على مستوى الطاقة والبيئة، على مستوى العلوم الاجتماعية والعلوم والفنون والعلوم الإنسانية، وعلى مستوى أيضا الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. إذن راح يكون هناك في تبادل للمعلومات على مستوى جدا كبير في هذا المؤتمر. غير كذي حبيت الشعارات المصاحبة لهذا المؤتمر، لو بنلاحظ هناك شعارات جدا جميلة مثل تبادل، تشارك، تحقق، غير شنو بعد عندي، طبق، تمعن، وأنر، كلها تحلق في سماء التفكير الإبداعي والابتكارات. هني عندي أيضا الكتيب الخاص بالمؤتمر، طبعا يحمل هذه الشعارات اللي أنا الحين ذكرتها. في بدايتها هناك الكلمة الترحيبية اللي راح يلقيها السيد فيصل السويدي، واللي يأمل في نهايتها مواصلة تعزيز التعاون اللازم في مختلف التخصصات للتغلب على التحديات اللي راح تطرح إن شاء الله، ويشكر كل من انضم لهذا المؤتمر تحت شعاره. لاحظت هناك أن يعني أن المؤتمر يقوم على 4 عناوين رئيسية، هذه العناوين الرئيسية بالذات يعني اليوم كاليوم الأول هو لمدة يومين. اليوم الأول بيكون هناك في جلسات يوم طويل يعني للحضور، وراح يكون أكيد ثري. الأربع مواضيع هذه اللي هي الصحة، العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، وأيضا عندنا الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والصحة. 4 جلسات راح يتم يعني فيها النقاش وفتح الحوار بين الحضور، وطبعا كل موضوع يتفرع إلى مواضيع عدة. بعدها استراحة
هذه الاستراحة يتخللها استراحة غداء. من بعد هذه الاستراحة بيكون هناك جلسات تحت نفس المواضيع الأربع اللي ذكرتهم، ولكن ستكون هذه الجلسات لعروض تقديمية باستخدام برنامج الفلاش. بعد هذه الجلسات طبعاً اللي يستمر المؤتمر لغاية الساعة الخامسة، راح تكون هناك أيضاً أربع جلسات أخرى متوازية لعروض الملخصات البحثية. أيضاً تأتي هذه الملخصات البحثية تحت نفس العناوين، ومصاحب لهذا الكتيب أيضاً خريطة. هذه الخريطة خاصة بالمؤتمر، تبين يعني للحضور وين تكون طريقة، وين تكون القاعات، وين قاعة المؤتمرات، بحيث انه يعني تكون يعني طريقة الوصول الى القاعات والفعاليات المصاحبة لهذا المؤتمر بطريقة جدا سهلة وسريعة. غير هذه يعني لاحظت ان هناك الحلو في الموضوع أن مثل ما ذكرت في البداية أن كثير من الجهات المشاركة والمعنية في البحث العلمي مثل الجامعات، يعني أكاديمياً مثل شف جامعة قطر، كارنيجي ميلان، كانت هناك ويل كورنيل، جورج تاون، هذه يعني من اللي يعني أستحضر الآن من الجامعات المشاركة، وغير هذه أيضا من الشركات الطاقة والمهتمة أيضا بالبيئة، شفت إكسون موبيل، شفت قطر بتروليوم اللي هي قطر للبترول، ودراسات مختلفة من مختلف الشركات مقدمينها، سواء كانت في مجلات، سواء كانت على بنرات، سواء كانت على ملصقات. إذن يعني الأجواء كلها فيها فعلا تطابق مع شعارات هذا المؤتمر، تمعا تحقق، أنر وشارك وتبادل. إن شاء الله يعني هذا اليوم الأول راح يكون يعني مفعم بهذه الشعارات، وانتظرونا إن شاء الله نطلع لكم في اليوم الثاني بمواضيع جديدة من خلال هذا المؤتمر. وهذا كل اللي عندي في هذا المؤتمر لمؤسسة قطر للمؤتمر السنوي للبحوث، والكلمة الآن عندكم في الاستديو. شكرا لك أختي حصة، وطبعا اللي كانت معانا من مركز قطر الوطني للمؤتمرات. مثل ما شفنا مشاهدينا تلعب مؤسسة دور أساسي في تحول قطر إلى مركز سياسي واقتصادي وثقافي في المنطقة. خلونا خلال هذا التقرير نتعرف على هذا الصرح العلمي واللي يهدف إلى تحويل اقتصاد بلدنا إلى أن يكون مبنيا على المعرفة. خلنا نشوفها مع بعض. العلم نور الحياة وسبيل الإنسان إلى المجد والعلا، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منذ أن تأسست وهي منارة يستضيء بها الإنسان ليرى مستقبله المزدهر بين يديه. شعارها السدرة التي لطالما كان ظلها الوارف شاهداً على التاريخ العريق من النفع والإلهام لهذه الأمة، كما ترمز إلى نهج المؤسسة وفلسفتها. نساعد الآخرين فهم يساعدون الآخرون، فبعد سيكون العالم كلهم مع ناس يفعلون أشياء زينة.
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحوي بين حنايا مساحتها الواسعة العديد من الجامعات العالمية المعروفة، أنشئت من أجل الإنسان، من أجل العلم والمعرفة، من أجل ألا يغيب النور عن عقول شعوب هذه الأمة. التصاميم الفريدة التي بنيت عليها جامعات كتر فاونديشن هي بحد ذاتها حكاية من الإبداع بدأت هنا، لكنها لا تنتهي أبداً. يعيش طلاب جامعات مؤسسة قطر حياة الباحثين عن العلم من كل أقطار الدنيا في كنف النور الحقيقي الذي طالما بحثوا عنه. المناخ العلمي والإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها الطلاب في التحصيل العلمي عن طريق هذه الجامعات العالمية مشابهة أيضاً لنمط الحياة في دولتنا التي تعيش عصر نهضتها، ليستيقظوا كل يوم حاملين معهم حلم في كل صباح يقتربون من تحقيقه. يبقى المساء شاهداً آخر على تلألؤ هذه المدينة بالأضواء التي تنير العقول بقدر تنويرها للمكان، فيساهم في تحقيق رؤية قطر من خلال توفير البيئة العلمية المتطورة لهذا الجيل وللأجيال القادمة. فهو العلم السراج الذي ينير طريق الأمم والبذرة التي تنبت أشجار النهضة لتثمر فيها الحضارة. مشاهدينا، بعد هذا التقرير بنطلع فاصل قصير وبنتابع بعد باقي فقراتنا، خلكم معنا.